السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو واحد على الخاص يقول أدعي على نفسي بالموت، مليت وطفشت من الدنيا، وش الحكم؟ اسمع هالحديث ثم نحكم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعل. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني اربطها بخيرة الله. ايش تقول هالكلام تربطها بخيرة الله؟ لأنك أنت ما تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم إن الله عز وجل ربما أمد بعمرك وأصيبت بمصائب وأصيبت بمشاكل، تكفير لسيئاتك ورفعة في درجاتك، كذلك ما تدري، كذلك يمكن وفاتك، الله يطول عمركم على الطاعة، ما تكون خير لك، مقبل على عذاب أشد من الدنيا. فاربطها دائما في خيرة الله. أحط لكم رقم هيئة الإفتاء، دوهم وقت رسمي، ها تتصل عليه تقول أبي أسأل شيخ، يحولونك على شيخ تستفتي. هذا رقم.